بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل، شهر الاغتنام من فيوضات الرحمن ورجاء الفوز بالجنان ورضوان من الله أكبر. على مائدة القرآن نجتمع ومن معينه نغترف، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الرمضانية المباركة مع برنامجكم اليومي المباشر عبر قناة أصيل الفضائية، برنامج شاهد وشارك. يشاركنا أعزائنا المشاهدين في كل حلقة ضيوف متميزون وعائلات من مختلف الدول الإسلامية، نتعرف معهم على عادات بلدانهم وتقاليدهم في الشهر الفضيل، كما نستقبل قراء القرآن المتألقين في عالم الحفظ والتلاوة، ونطرح عليكم أعزائنا المشاهدين في كل أمسية سؤالا قرآنيا ونتلقى منكم الإجابات، ونختار بالقرعة الرابح ونعدكم بجوائز نقدية قيمة بإذن الله، كما نبين في الفقرة التربوية اليوم دور الآباء التربوي مع الأبناء في شهر رمضان المبارك. أعزائنا المشاهدين، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. تقبل الله أعمالكم مشاهدي برنامج شاهد وشارك، ومبارك عليكم شهر رمضان. وأما سؤال المسابقة، ما هي الآية التي على أثرها أمر الإمام علي عليه السلام بوضع إعراب كلمات القرآن الكريم؟ ألف: أن الله بريء من المشركين ورسوله. باء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. جيم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدينا الأعزاء، يمكنكم إرسال جواب المسابقة عبر الواتساب للرقم المكتوب أسفل الشاشة، وطبعاً في ختام البرنامج نختار الفائز بالقرعة ونقدم له الجائزة، نأمل أن تكون أنت الفائز. أهلاً بكم مشاهدين الأكارم من جديد، على بركة الله نبدأ، واسمحوا لي أن أستقبل هذه العائلة المتميزة الأتية من كولومبيا مع الشيخ علي عبد الحكيم وأولاده الأحبة الأطياب. السلام عليكم سماحة الشيخ ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم وبالأبناء الأعزاء. سنبدأ مع ولدكم بتلاوة عطرة، ما اسمك الكريم؟ محمد علي رضا جيلر. أهلا أهلا بمحمد علي، ما هذه الأسماء المقدسة الشريفة. محمد علي، ماذا تحب أن تسمعنا هذه الليلة؟ تفضل. الصفحتين الأولى والثانية من سورة ياسين. لا بأس، بآيات مباركة لا بأس، تفضل ما تيسر لك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. جزاكم الله خير الجزاء، أشكركم على هذه التلاوة المباركة.
لا بأس أن تعطي الميكروفون للوالد حتى نتحدث معه. مجددا تحية لكم سماحة الشيخ علي عبد الكريم، أنتم أتيتم من كولومبيا إلى مدينة قم المشرفة من أجل نهل العلوم. في البداية، ماذا يعني لكم شهر رمضان وكيف تحيونه كعائلة هنا في قم؟ تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ. أولا نشكر الباري، كان هذه الفرصة أن نشارك في برنامجكم وأن نكون قائمين للخدمة دين الإسلام وللجمهورية الإسلامية. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. عادة عندما ينتقل الإنسان من بلد إلى بلد، وخصوصا في أيام شهر رمضان، له عادات خاصة. في البلد هناك عادات، وفي منطقة الاغتراب هناك عادات. في كولومبيا أنتم بشكل عام كعائلات مؤمنة، كيف تحيون شهر رمضان هناك؟ شهر رمضان، وكان السؤال الأول لنا، هذا الشهر المبارك كما كلنا نعرف، هذا الشهر القرآن والنعمة الإلهية الذي أنزل لكل الإنسان ولكل العالم الحمد لله. كما أنت تعرف كولومبيا هذه بلد، في هذا البلد في أمريكا الجنوبية، أو أيضا مشهورة بالأمريكا اللاتينية، وهذا بلد مسيحي، أكثر الناس هنا مسيحيون. ومع الأسف الشديد ليس كما الشهر المبارك كما في البلدان الإسلامية. وينبغي علينا أن نجتمع مع المسلمين في المراكز الإسلامية، هذا شيئا. وإذا أنت مثلا تريد أن تفطر، ينبغي عليكم إذا تذهب إلى بيتكم، ربما أنت المسلم الواحد، الأفضل أن تجمع مع المسلمون في المركز الإسلامية، تقرأ القرآن مع المسلمون، تدرس العقيدة الإسلامية، التفسير القرآن، الأحكام الإسلامي مربوط بالدين بالشهر المبارك، وأيضا أن تفطر مع الإخوة المسلمون القليلون في مدينتكم. مثلا نحن في مدينة بونافنتورا أو مدينة كالي، هذه المدينتين قريبين بدون البعض، ونجلس مع الإخوة في الشهر المبارك. نذهب إلى المركز الإسلامية تقريبا ساعة ثالثة مساء ونقرأ القرآن، ما شاء الله، ندرس بعض الكتب، ونقوم بالانتظار الإفطار حتى نفطر. سمعت شيخ علي، هل يعني يذهب معكم الأطفال أو الشباب، أو فقط الآباء يذهبون المركز الإسلامي في كولومبيا؟ يعني هل هناك شيء مخصص للأبناء للفتيات؟ لا، عفوا، كما قلنا يعني ليس بلد إسلامي، والأفضل أن أيضا يشاركون الأطفال في برنامجنا ويتعلمون الأمور الإسلامية، الدين الإسلامي. أيضا عندنا في هذه الأيام برنامج للأطفال، للنساء، وحتى للغير المسلمين، حتى يتعرفون قليل من دين الإسلام في المراكز الإسلامية في البلد. أنا أريد أن أحدث فعلا الأبناء الأعزاء مع كريمتكم. ما اسم كريمتكم؟ ما اسمك يا عمو؟ تفضلي الميكرو. ما اسمك يا عمو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا اسمي فاطمة. ما شاء الله، هذا الاسم الجميل المقدس. فاطمة، أنت تعلمت العربية في أي مدرسة؟ في مدرسة المهدي. ما شاء الله، في مدرسة المهدي في قم تعلمت اللغة العربية، ما شاء الله. أريد أن أستمع منك إلى سورة الفاتحة، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. أحسنتي فاطمة. فاطمة الآن تصومين مع الوالد والوالدة، تصومين الآن؟ تصومين؟ نعم. ما شاء الله. هل الصوم وجدته صعبا أم لا؟ أنت تصبرين على الصوم؟ أنا تصبرين على الصوم. ما شاء الله ما شاء الله. الآن أختك الصغيرة تقرأ لنا سورة التوحيد، تحفظين عمو سورة التوحيد؟ اعطيها حتى نسمع منها سورة التوحيد. ما اسمك يا عمو؟ السلام عليكم. أنا اسمي زينب.
اقرأي سورة التوحيد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. شكرا لك، شكرا لك على هذه التلاوة المباركة. أعطي التليفون، أعطي الميكروفون لو سمحتي لأخيك. هل تصوم مع الأهل؟ نعم. ما شاء الله. هل وجدت الصوم صعبا أم أن الله تبارك وتعالى يفيد عليك بالعون والصبر؟ في البداية وجدته صعبا، ولكن مع مرور الزمن تعودت عليه. نعم. جيد. وهل تحدث رفاقك مثلا؟ الآن كل التعليم الآن كله أونلاين، تحدثهم مثلا ماذا صمتم ماذا فعلتم؟ تتحدث مع رفاقك في المدرسة عبر الواتساب، تتصل بهم؟ نعم. نعم. ماذا يخبرونك وتخبرهم؟ ليس شيئا غير عاديا، عادي، الكل في بيوته من أجل هذا المرض الكورونا، من أجل جائحة كورونا. نسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء. هل تشعر بالحنين إلى العودة إلى المدرسة بعد مرور أكثر من سنة ونصف على البقاء في البيت؟ هل تشعر أن المدرسة كانت عظيمة ويجب أن نحب المدرسة؟ نعم. اشتقت للرفاق في المدرسة، إلى اللعب، إلى لعب الفوتبول، إلى الحضور في الصف؟ نعم. اشتقت كثيرا. نعم. ها؟ جيد جدا. أعطي الميكروفون للوالد لو سمحت. عندنا ميكروفون موجود، موجود ميكروفون. سمحت شيخ، بحمد الله في مدينة قم المشرفة يوجد المراكز العلمية، وأيضا بحمد الله يوجد مراكز لتعليم يعني اللغة العربية. هل وجدتم صعوبة في تعلم اللغة العربية في البداية؟ نعم، الحقيقة اللغة العربية كما أنت تعرف هي لغة القرآن. نعم. لغة الدين الإسلام. ولغة قريبة وعظيمة. نعم. لكن نعم، نحن ولدنا في كولومبيا في أمريكا اللاتينية، ولغتنا هي لغة الإسبانية. لغة الإسبانية. وأكثر البلدان في أمريكا اللاتينية يتكلمون بلغة الإسبانية. نعم. عند لغة الإسبانية عندها خصوصاتها، ولتعليم كل الذي يعني ولد مع اللغة الإسبانية ويتكلم اللغة الإسبانية من الطفولة، لتعليم اللغة وتعلم اللغة العربية ليس شيئا بسيطا، يعني نعم. صعب قليل. نعم. صعبة. نعم. ولكن إن شاء الله يعني مع مرور الوقت الإنسان يوفق لتعلم هذه اللغة. نعم نعم نعرف. أنا نعم. أعرف أنه إذا اطلع الشخص على القاموس الأسباني، ديكسيونير الأسباني، صحيح، يجد هناك مئات الكلمات العربية تبدأ بكلمة ال. هل تذكر لنا بعض هذه الكلمات التي أخذوها من العرب عندما ذهبوا إلى الأندلس وإلى أندلس أسبانيا؟ صحيح. نعم. تذكر لنا بعض هذه الكلمات العربية الموجودة في أسبانيا؟ نعم صحيح، يعني كثير من الكلمات من اللغة الإسبانية أصلها من اللغة العربية. تذكر لنا بعض هذه الكلمات؟ نعم، نستطيع أن نقول خارة موجود. خارة. أنت تقول باللغة العربية هذه الجرة. نعم. فهم يقولون خارة. خارة. نحن نقول خارة. يوجد أيضا نحن نقول بانتالون. نعم. أنت تقول بانتالون. نعم. موجودة. نحن نقول كميسة. نعم. الكلمات تبدأ بكلمة ال ال ال. ال. هذه مثلا موجودة. ونحن نأخذ هذه الألف واللام التعريف نأخذها من اللغة العربية ونستفيدها ببعض الكلمات. نعم. يعني أصلها بعضها ليس من العربية. نعم. فقد نستفيدها. ماذا بعد من الكلمات العربية؟ المعدة موجودة، المعدة، الحمبرة موجودة أيضا باللغة الإسبانية، الفارو يا الفارة موجودة، نفس الأندلس موجودة. وأيضا يوجد كلمة خاصة نقول نحن باللغة الإسبانية أوخالا، وأصلها أيضا إن شاء الله من. نعم. من العربية. جميل جدا سمحت شيخ، اسمح لنا فقط أن نأخذ هذا الفاصل أعزائنا، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. في هذا الفاصل أعزائي سنتعرض لهذه التلاوة المباركة من أحد الشباب المتألقين. بالأمس كان هناك اللقاء السنوي لقراء القرآن الكريم والحفاظ مع سماحة السيد القائد حفظه الله. سنستمع إلى هذه التلاوة. به گلستان قرآنی جمهوری اسلامی ایران و یکی دیگر از نوگلان این بوستان
قاری نوجوان جناب آقای محمد سعید علمخواه آماده تلاوت هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة. الله أكبر. الله سنت. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. صدق الله العلي العظيم. احسنت احسنت ما شاء الله. این قرائت رو شما یاد گرفتید یا از روی کسی میخونید؟ خب این قرائت تقلیدی بود. تقلیدی بود؟ بله. قرائت حمزه بود. خیلی خوب. زنده باش. دعا کنید. خدا حفظتون کنه. اهلا بكم مشاهدينا الاكارم من جديد. ما شاء الله احببنا ان نجعلها مفاجاه لكم. بالامس كان بمحضر السيد القاضي وهو معنا اليوم في الاستوديو الشاب المتالق محمد سعيد علمخواه. اهلا بك عزيزي محمد في هذه الامسيه القرانيه، واهلا ايضا بفضيله الدكتور مهدي علمخواه وهو والد محمد سعيد. اهلا ومرحبا بكم. شكرا. اهلا ومرحبا بكم. دكتور، في البداية ما هي الوسائل التي جذبت بها محمد من أجل أن يتعلم القرآن الكريم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بلطف إلهي و با تجربياتي که ما کسب کرده بودیم در مورد تربیت قرآنی حول التربیه القرآنیه خردسالی، یعنی در سن یک سالگی من طفولته عندما كان سنه او سنتين عادت دادیم با شنیدن عودنا آذانه الى تلاوه القرآن الكريم. وبعد سنتين
هو استطاع أن يقلد القرآن بصوت الأستاذ عبد الباسط، والحمد لله هو استمر من بعد ذلك وإلى الآن 10 سنوات تقريبا هو كقارئ القرآن في المجالس. دكتور مهدي، أنت مدرس للقرآن الكريم وتقيم دورات متخصصة في تأهيل أساتذة القرآن الكريم ما شاء الله، ولديك جوائز ورتب عالية وطنية، وطبعا كلنا نفتخر بكم دكتور مهدي، ولديك أيضا تجربة، أيضا يعني تقرؤون ربما في حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها، في مسجد جمكران المقدس، سافرتم إلى بلدان عديدة من أجل تعليم القرآن الكريم، كيف تجذبون بشكل عام الشباب والمراهقين، وماذا توصونهم من أجل تعلم القرآن وحفظه؟ طبعا أنا لا أستطيع أن أوصي وأعطي التوصيات، أنا تلميذ القرآن، فالأساتذة كثيرون والحمد لله، لكن من باب أداء الواجب وإجابة على سؤالك المقدم المحترم وللمستمعين الكرام، سأقول أولا علينا الدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى حتى نوفق لتربية أولادنا تربية قرآنية، وإذا بكينا وتضرعنا في هذا الطريق فهذا يستحق أداء لحقوق الأمانة. وفي المرحلة التالية علينا أن نستفيد من تجارب الأساتذة وحسب الآية وشاورهم بالأمر، علينا أن نستشير ونستفيد من الاستشارة. والنقطة التالية هي أن نجعل الأولاد في مراكز قرآنية لديها تجربة في تدريس القرآن الكريم، ونبدأ التعليم من هذه المراكز. طبعا في بداية الأمر يجب أن نبدأ هذا المشروع من صغر الطفل ومن طفولتهم، لأن عندما يكبر الأطفال فتصعب التربية القرآنية شيئا ما. أحسنتم دكتور، نريد الآن أن نستمع من العزيز المتألق الشاب محمد سعيد آيات بينات من القرآن الكريم، تفضل أخي محمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم. أحسنت وأجدت عزيزي محمد على هذه التلاوة العطرة منك، ونسأل الله تبارك وتعالى لك التوفيق والنجاح والمزيد من التألق إن شاء الله. فعلا ذرية صالحة، وهذا من نعم الله دكتور مهدي، أن يكون الولد يقيم الصلاة، يتلو القرآن، ويمشي في طريق الله المستقيم. أعزائنا المشاهدين، نذكركم بسؤال الليلة وننتظر منكم الإجابات. بالأمس طرحنا هذا السؤال وأعطينا الفرصة لليوم، واليوم سنجري القرعة. فإذا السؤال هو هذا: ما هي الآية التي على أثرها أمر الإمام علي عليه السلام بوضع إعراب كلمات القرآن الكريم؟ ألف: إن الله بريء من المشركين ورسوله. باء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. جيم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحد هذه الخيارات الثلاثة هو الصحيح، اختاروا. ويمكنكم الاتصال عبر الواتساب، الرقم يظهر على الشاشة، أو إرسال رسالة نصية بالخيار الصحيح، الاسم الثلاثي والبلد الذي تشاركون منه. في نهاية الحلقة إن شاء الله سنختار الاسم الرابح بالقرعة، والتوفيق للجميع. عودة إليكم سمحت الشيخ عبد الكريم، أنتم عائلة كريمة أتيتم إلى قم من كولومبيا، ما هي الأنشطة العلمية والثقافية التي تقومون بها اليوم في مدينة قم المقدسة؟ تفضل. نحن الحمد لله عندنا الفرصة لدروس في الحوزة العلمية، الآن ندرس في حوزة العلمية، والحمد لله بسبب اللغة الإسبانية أيضا نعمل بالأمور الترجمة وإعداد الكتب ونصحح الكتب الذين يترجمون من اللغة العربية واللغة الفارسية إلى اللغة الإسبانية، حتى الإخوة في البلد والإخوة الذين يتكلمون باللغة الإسبانية يمكن لهم القراءة والتعليم العلوم الإسلامية، وهذا الأمور الذي نحن نعمل بهم في شهر المقدس قم، الدروس وأيضا الأمور الثقافية كما الترجمة والإديت الكتب الإسلامية الذين يترجمون من اللغة الأخرى إلى اللغة الإسبانية للتبليغ وللأمور الثقافية في البلدان الذين يتكلمون بهذه اللغة. نعم، هذا أمر فعلا فيه توفيق من الله تبارك وتعالى، ونسأل الله لكم دوام التوفيق بإذن الله تعالى. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد. ماذا ترغب؟ كنت تحب أن تسأل سؤال للعزيز محمد، ماذا تحب أن تسأل محمد؟ تفضل. كيف بكم من المدة حفظ القرآن وكيف أحفظه أنا مثله؟ جميل جميل. محمد، ماذا تجيب العزيز على سؤاله؟ تفضل. خوندر که من متوجه شدم كما تعلمت عرفت من السؤال بشكل خیلی راحتی، یعنی تعلمت القرآن بالسهولة، حفظ وتعلم قراءة القرآن عمل سهل، الشيء اللازم الرغبة والتوفيق، والتوفيق هو أهم، والرغبة تساعد الإنسان، وهذه الرغبة
تصنع من الإنسان قارئا كامل. أشكرك كثير محمد، والسؤال مجددا إليكم دكتور مهدي. اليوم نحن دائما بحاجة إلى القرآن الكريم، هذا الكتاب المقدس الذي يعيش في قلوبنا. لا نريد أن يشكون النبي ويقول أن هذا القرآن كان مهجورا. اليوم ماذا تنصح العائلات من أجل أن يرفعوا من أهمية تلاوة القرآن في البيوت ويكون شيئا أولا في حياة أولادهم؟ تفضل. البته طبعا بالنسبة إلى البرامج القرآنية نستطيع أن نعد الأسماء، لكن بالنسبة إلى البرامج العائلية التي أشرت إليها وهي إشارة مناسبة بالمناسبة، فهي برامج البرامج العائلية هي أساس البرامج الاجتماعية. فنحن بدأنا العمل مع ابني، بدأنا العمل في العائلة داخل العائلة، والحمد لله الله تبارك وتعالى وفقنا بعلم التربية القرآنية وطبقنا تلك التجربة، ومع مرور الزمان زدنا في تطبيق التجربة والحمد لله نجحنا. قلت سابقا يجب أن نبدأ من عمر مبكر، فلا نترك العمل أن يكبروا ثم نريد أن نعلمهم القرآن وقراءة القرآن. في الرواية إشارة إلى أن نبدأ من الولادة. نحن نقول الآذان بدون عمل في البيوت، وقيل أن عطروا بيوتكم بتلاوة القرآن، فإذا نحن نجعل آذان الأطفال منسجما مع قراءة القرآن فهذا تقدم كبير. على الأقل كل يوم ساعة واحدة، إذا نقول كل يوم ساعة واحدة نجعل قراءة القرآن كي تستأنس آذان الأطفال بهذه القراءة. أحسنتم دكتور، وهذا الشبل من هذا الأسد. دكتور مهدي نستمع منك إلى آيات بينة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدن سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم وأجدتم، طيب الله أنفاسكم دكتور مهدي. دكتور، كما تعلمون هناك إحصائيات بخصوص القراء في مدينة في الجمهورية الإسلامية، وهم
في ازدياد ما شاء الله. ماذا تحب أن تخبر السادة المشاهدين عن هؤلاء القراء المتألقين من الأولاد ومن المراهقين والشباب؟ تفضل. نعم، در رابطه با این سوالی که فرمود، البته سوال بالنسبه الى هذا السؤال خوب متوجه نشدم، یک بار دیگه الاسئله يعني التقارير او الاحصاءات الموجوده حول الشباب الذين يقرؤون القران في ايران، يحفظون القران، كم هم اعدادهم وهم في ازدياد ان شاء الله؟ تفضل. نعم، الحمد لله بعد از پیروزی انقلاب حکومت بعد انتصار الثوره الاسلاميه في ايران، من بركات هذه الثوره وهذا النظام المقدس هو ان ازدادت البرامج القرآنية كما وكيفا. قبل الثورة الإسلامية عدد الحفاظ الممتازين كان بعدد الأصابع، أصابع اليد، لكن الآن في مدينة مثل مدينة قم لا نستطيع عد عدد القراء، هذا في الحفظ، في قراءة القرآن نفس الشيء. نحن قبل الثورة الإسلامية ما كان عندنا قاري القرآن مراهق، لكن الآن الحمد لله عددهم كثير، والبرامج الأخرى وإعزام إنتاج البرامج القرآنية، عندنا قناة القرآن، والبلد الوحيد الذي فيه مئات الجلسات لختم القرآن هو إيران، وبرامج أخرى ليس الوقت لأذكرها. جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله دائما التوفيق والتألق إن شاء الله لشبابنا حتى يوفقوا إلى قراءة القرآن وتلاوته، اللهم آمين. أعزائنا، هذا فاصل، وبعده نكون مع الفقرة التربوية ووصايا أقدمها للآباء الأعزاء لأداء دورهم التربوي مع الأبناء في شهر رمضان المبارك. تقبل الله أعمالكم مشاهدي برنامج شاهد وشارك، ومبارك عليكم شهر رمضان. وأما سؤال المسابقة، ما هي الآية التي على أثرها أمر الإمام علي عليه السلام بوضع إعراب كلمات القرآن الكريم؟ ألف أن الله بريء من المشركين ورسوله، باء إنما يخشى الله من عباده العلماء، جيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدين الأعزاء، يمكنكم إرسال جواب المسابقة عبر الواتساب للرقم المكتوب أسفل الشاشة، وطبعاً في ختام البرنامج نختار الفائز بالقرعة ونقدم له الجائزة، نأمل أن تكون أنت الفائز. أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد. بالأمس أوصيت الأمهات الكريمات بعدة وصايا من أجل أداء دورهن بجدارة، دورهن التربوي مع الأبناء في شهر رمضان المبارك، واليوم أقدم عدة توجيهات تربوية وإرشادات ووصايا للآباء الكرام من أجل أداء دورهن التربوي مع الأبناء في هذا الشهر الفضيل. من أول الوصايا للأب الكريم أن يعاون الأم في مهمتها الرمضانية، يعني هي تقوم بأداء الطعام، هي تقوم ربما بأداء الوظائف المنزلية، ربما هي أيضا تقوم بتدريس الأولاد و و و، فحبذا في هذا الشهر الفضيل أن يعاون الأب الأم في مهامها الرمضانية. النقطة الثانية أن يقيم جلسة ودية مع الأبناء بحضور الأم، يعرفهم من خلالها على فضائل الشهر الكريم، ولماذا نحن نصوم، وما هي الجوائز، وما هي الأشياء التي نحصل عليها من خلال الصوم. وطبعا هو يقوم بفضيلة تصبير الأولاد، يصبرهم على الصوم ويقول لهم أن في صبركم عبادة، واليوم أنتم عندما تصومون فإن الله تبارك وتعالى لن يضيع أجركم،
ويكون في صيام كل يوم الفوز بالجنان. أيضا وأيضا نوصي الآباء الكرام عند الجلوس على مائدة الإفطار أن يعني نتجنب لوم الأبناء أو توبيخهم إذا أحدثوا ضجة أو جلبة، معليش هم أيضا صاموا ونحتاج أيضا إلى أن نكون مرنين معهم، فنبتعد عن التوبيخ أو الانتقاد، وبالعكس ربما نسعد لأي شيء يصدر عنهم. فهذه وصية أيضا أحب أن أوصيها لأباء. أيضا أن يعتمد الأب الترغيب بالقرآن الكريم، فهو يتلو القرآن ويطلب من ولده أو ابنته التلاوة، ويجعل جوائز مادية وأيضا يعدهم بجوائز في العيد، من قرأ جزءا من القرآن فله كذا وكذا، من قرأ جزئين فله، كلما قرأ الولد أكثر كانت الجائزة أكبر، طبعا بحسب سن الأولاد. أيضا إذا استطاع أن يذهب إلى المسجد مع مراعاة الحالة الصحية فليذهب إلى المسجد مع الابن ويصلي هناك ويدعو هناك حتى يعود الابن على الذهاب إلى المسجد، فمن شاب على شيء شاب عليه. أيضا في نهاية شهر رمضان يكون الأب قد اشترى ثياب العيد للأولاد وجهز ما يسمى ب يعني صباحية العيد من الطعام الطيب، وأيضا يذهب إلى قبور الأرحام فيزور من مات من الأمهات والآباء والأجداد ويصطحب معه الأولاد من أجل تلاوة الفاتحة والقرآن على قبر العزيز الذي فارقنا. فمن حق هذا الميت علينا أن نزوره في العيد وندعو له بالغفران. كانت هذه أعزائي المشاهدين بعض الوصايا التي أقدمها للآباء من أجل القيام بدورهم التربوي الجيد والمناسب مع الأبناء. الآن إليكم مجددا شيخ عبد الحكيم، بالنسبة إلى تلاوة القرآن في أيام ليالي القدر، كيف هي في كولومبيا بشكل عام؟ بشكل عام نأتي مع مدير المركز الإسلامي ونحاول أن نقيم بالعمل ليلة القدر معا في المركز، قراءة الدعاء جزء كبير، أيضا السورة المستحب في هذه الليلة المباركة، ونقرأ معا القرآن. لكن نبدأ قراءة القرآن مع مساعدة الإخوة من الإيران، كثير من القارئ الإيراني، ونبدأ من يوم الأول إلى يوم الثلاثين من الشهر المبارك قراءة كل الأقسام من القرآن حتى نكمله في آخر الشهر المبارك، وهذه أحد من النشاطات في المركز الإسلامي. جزاكم الله خير وأعطاكم الله العافية شيخنا العزيز. أذكر للمرة الأخيرة بسؤال الليلة، سنجري القرعة بعد قليل ونتمنى الفوز للجميع. السؤال هو هكذا: ما هي الآية التي على أثرها أمر الإمام علي عليه السلام بوضع إعراب كلمات القرآن الكريم؟ ألف: إن الله بريء من المشركين ورسوله. ب: إنما يخشى الله من عباده العلماء. جيم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله ترسلون الرسائل وتكون الإجابة صحيحة أو يمكنكم الاتصال. دكتور مهدي، نحب أن نشنف آذان المستمعين بابتهال منكم ومن ولدكم محمد، تفضل. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذيب
العادل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الوالي المتعال بر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الطار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ما شاء الله أحسنتم اللهم صل على محمد وآل محمد بارك الله بكم دكتور بارك الله بكم محمد على هذا الابتهال المبارك فاطمة هل ستحفظين إن شاء الله القرآن في المستقبل كل القرآن إن شاء الله إن شاء الله إذا أستطيع وأنا أتدرب على القرآن الكريم وأحفظ كل ليل قرآن إن شاء الله طيب فاطمة هل لديك أنشودة في اللغة الأسبانية نستمع منك تحفظين شيء في اللغة الأسبانية أنشودة أو شيء تحفظين لا طيب أعطي الميكروفون لأخيك حسن. تحفظ حسن شيء من الأسبانية شيء أنشودة طيب ماذا تريد أن تخبرنا بالنسبة لمعلمة القرآن الكريم في مدرسة المهدي ماذا كانت تعلمكم كيف كانت تشجعكم في مدرسة المهدي كانت معلمة لطيفة جدا نعم. وكانت تشجعنا مثلا كانت تقول من يحفظ أولا مثلا سورة النبأ في نهاية الشهر يربح نفع القرى والرابع يربح جائزة يربح جائزة نعم. جيد جدا هذا أمر جميل إن شاء الله وتربح إن شاء الله العديد من الجوائز شيخ عبد الحكيم دائما الطالب عندما ينهي دراسته في قم المشرفة يعود إلى بلاده من أجل أن يبلغ الدين ما هو طموحكم عندما تعودون إلى كولومبيا؟ نحن في الواقع نريد أن أذهب إلى البلد ونشغل بالأمور التدريس العلوم الإسلامية كما العقيدة الإسلامية والأحكام وأيضا الأخلاق الإسلامي حتى الناس نفس المسلمون يتعرفون أكثر عن دين الإسلام عن دينهم وأيضا الغير المسلمين المسيحيون نعم. الحمد لله الجو في أمريكا اللاتينية جو مناسب جيد جدا لتبليغ الدين الإسلام ونحن نريد أن نفعل ونقيم بهذه الأمور وبهذه النشاطات إن شاء الله بإذن الله والتواصل الأئمة عليهم السلام
ويوجد أمر خاص الذي نريد أيضا أن نقيم بها، وهذه أن نؤسس مدرسة قرآنية. الحمد لله بدأنا مع عائلتي مع زوجتي الدروس بالقرآن، قراءة القرآن، التجويد والصوت واللحن القرآن، حتى نقيم في المستقبل في البلد في مدينة بونافنتورا أو مدينة كالي بهذه النشاطات، وأيضا بمساعدة محمد إن شاء الله زينب وفاطمة إن شاء الله. وكما تفضلت حتى سنكون ومحتاجين بدعائكم حتى سنكون في المستقبل عائلة قرآنية إن شاء الله، عائلة مقيمة للصلاة محبة للقرآن الكريم إن شاء الله. أحسنتم شيخنا العزيز شيخنا شيخ عبد الحكيم عزانا. سنذهب إلى الفاصل، بعد الفاصل سنجري القرعة وإن شاء الله يحصل الفائز على جائزته، فانتظرونا. لا شك أن الإسلام اليوم يواجه الكثير من الصعاب والتحديات، فإنه في صراع دائم ما بين الاتجاهات المادية وتجار العقائد المذهبية، وفي معترك آخر بين قراءة منحرفة وتطبيق متطرف. فمن المسؤول في تقديم الإسلام بهذه الصورة المشوهة؟ هل هو الدين ذاتهم أو القراءة الخاطئة لهم؟ من مفترق الطرق هذا نحاول الإجابة على هذه الأسئلة مع كوكبة من علماء الأمة ومفكريها. الوجه الآخر يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 12 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم الذين اتصلوا أو أرسلوا رسائل نصية وشاركوا في السؤال القرآني الإجاب، كان العدد هو 136 مشتركا. الذين أجابوا الإجابة الصحيحة هم 39 شخصا. الإجابة الصحيحة هي كانت الخيار ألف، وهو إن الله بريء من المشركين ورسوله. محمد، الآن سأطلب منك أن تختار رقما من 1 إلى 39. الرقم الذي ستختاره سيكون هو الفائز بالجائزة 40 مليون ريال تومان، بما يعادل 150 دولار أمريكي. تفضل اختر الرقم. 17. رقم 17، وهو ريان ماجد من لبنان. ريان ماجد من لبنان، الجائزة لكم. ومخرج إذا كان الاتصال حاضر بريان ماجد فلا بأس بالاتصال به من أجل تهنئته بالجائزة، وهي قرابة 150 دولار أمريكي. نهنئه كثيرا أو نتمنى له إن شاء الله بعد أن يربح أكثر وأكثر في المرات القادمة. أعزائي المشاهدين، كل يوم يوجد سؤال قرآني نطرحه عليكم، ويمكنكم الاتصال للإجابة أثناء الحلقة أو إرسال رسائل نصية. يمكن إرسال هذه الرسائل إلى اليوم الذي بعده، هناك مجال لهذا الأمر، وإن شاء الله تجيبون جميعا الإجابة الصحيحة وتدخلون في القرعة، ويكون إن شاء الله الفوز من نصيبكم. دكتور، ما رأيك بالجوائز القرآنية، الجوائز التي تكون قيمة من أجل تشجيع الشباب والكبار على القرآن الكريم وحفظ القرآن؟ تفضل. الجوائز المناسبة لتشجيع الشباب والمراهقين لقراءة القرآن، طبعا أهم الجوائز وأهم جائزة هو الدعاء والجوائز المعنوية، وهي المحبة. لكن على أي حال إذا لابد من جوائز مادية، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك تشجيع من الله تعالى بالنسبة إليه،
جائزة بهشتي. فهناك الله تبارك وتعالى جعل الجنة كجائزة للعباد. إذا نجعل جائزة للأطفال هذا العمل جيد. وعندي اقتراح آخر، ويمكن البعض لا يقبل ولا يقتنع بهذا الاقتناع. طبعا نحن نريد أن نشجع الأولاد في البيت من أجل السفر أو شراء، فبإمكاننا أن نشترط عليهم هذه الأمور إلى الأعمال التعليمية. والشيء الآخر أن نجعلهم في المراكز القرآنية والمحافل والمجالس الافتراضية لحفظ وتلاوة القرآن. جزاكم الله خير الجزاء. لعله أكثر من 150 دولار بحسب يعني ما يعادل بالتومان. الأخت ريان ماجد معنا عبر الهاتف، وهي قد ربحت ونالت الجائزة. أخت ريان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نغنئكم في البداية على هذه الجائزة، ونتمنى منكم أيضا المشاركة في كل يوم. تحبون المسابقات القرآنية أخت ريان؟ نعم. وتحبون؟ نحن نداوم على قراءة القرآن. تحبون دائما التلاوة. كل التوفيق لكم. نعم. أخت ريان، ونتمنى منكم أيضا أن تشجعوا الآخرين. نعم. على المشاركة في المسابقات القرآنية وعلى الحفظ، وخصوصا يعني حفظ قصار السور مثلا إن لم يكن هناك وقت، أن يحفظ الجميع كبارا. نعم. وصغارا قصار السور والأجزاء الأخيرة من القرآن. كل التهاني لكم أخت ريان. هل تحبي أن توجهي نصيحة للفتيات من أجل تلاوة القرآن وحفظه؟ نعم، أتمنى من الأخوات ولا سيما من هم في عمري أن يواظبوا على القرآن، لأنه نور للقلب، لأنه يساعدنا كثيرا في حياتنا ويساعدنا عندما نكون في أزمات. القرآن نور القلب. نعم، شكرا لك ريان. إن شاء الله يتواصل معك فريق البرنامج من أجل إيصال الجائزة لك. كل التبركات والتهاني لك. والسادة المشاهدون يمكنهم المشاركة إن شاء الله غدا بسؤال جديد وجائزة جديدة إن شاء الله قيمة. كل الشكر للدكتور مهدي علمخا على حضوره معنا أستاذ القرآن الكريم. كل الشكر للشاب المتألق محمد سعيد علمخا ابنكم الكريم، توفيق له. وأيضا كل الشكر لسماحة الشيخ علي عبد الكريم الحكيم من كولومبيا، والأولاد الأحبة محمد وفاطمة والصغيرة، وكل التوفيق لكم إن شاء الله في قم المشرفة. كل الشكر لفريق العمل. وهذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.